بكل الفرح وبكل الحب وبكل الامتنان لما قدمته لنا جميعا. هذه هي قلادة الإبداع من الأستاذ الكبير سعد البزاز، يشرفني أن أقدمها لك أخي الكبير كريم العراق، فهنيئا لك ولنا. مبروك. أنا مهرتي جرحي وسفر عمري طويل، أعثر وأرد أنهض أضعف مستحيل، زمني يعاندني ويخطف ما أريد، وحزني كسر ظهري وقيدني بحديد، أوقع وصيح الله وأبدأ من جديد. يسعدني أن أبدأ الحلقة الجديدة النهاردة مع قيمة وقامة عراقية كبيرة في مجال الشعر، هو مدمن على الشعر العربي الجميل منذ نعومة أظفاره وهو طفل صغير، قدم الكثير من الأشعار والأغاني الجميلة، ساهم في الارتقاء بالأغنية العربية مع مجموعة كبيرة من مطربي الوطن العربي، وله إسهامات وأيادٍ بيضاء في مجالات أخرى كثيرة مثل الكتابة الصحفية والنقد الفني وأيضا كتابة السيناريو وفي مجال البرامج التلفزيونية وغيرها الكثير والكثير من المجالات. هو الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي المكرم في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية. بقول لحضرتك في البداية مليون مبروك على هذا التكريم. شكرا أستاذ محمد وشكرا لهذه المقدمة الرائعة. أنا اللي بشكر حضرتك لوجودك معنا النهاردة في بداية الحلقة، وأنا أصريت أنه يعني يكون أول لقاء مع حضرتك في الحلقة الجديدة. الحقيقة شرف لي، ويعني أعتقد أن كثير من المشاهدين سيستمتعون بهذا اللقاء الجميل. وأنا أقول صدقا، أنا أول ما استلمت الجائزة على المسرح، مسرح الأوبرا، جائزة التكريم، أول ما استلمت الجائزة نزلت وعيوني تبحث عن عيون الأصحاب وعيون كاميرا الشرقية ومحمد سعد بلقاءات الدافئة، فكانت فرحتي ناقصة، لأنه كنت أريد عدسة الشرقية، عايز محمد سعد، عايز الأسئلة، عايز أفرح بالتكريم من خلال الشرقية. ولما وصلتني مكالمتك، طبعا أنا استفسرت من فراس بالمناسبة، فراس السراي، قال لي مش عارفين، لازم عندهم خبر، فجاءت مكالمتك في وقت أنا كنت المفروض مسافر، فرحت أجلت السفر من أجل هذا اللقاء لأنه عزيز علي الشرقية وعزيز علي لقائك يا أستاذ محمد. أشكرك طبعا يا أستاذ كريم على يعني الموقف الجميل ده، لأنه بصراحة أنا كنت هبقى يعني حزين جدا لو ما عملتش لقاء مع حضرتك. نفس حزني أنا، لأنه أنا ظلت في حيرة، اتصلت في فراس ودورت على الشرقية، أخيرا جاءت مكالمتك، قلت خلاص الحمد لله، فرحت على الريسبشن لنأجل يوم من أجل هذا اللقاء، وأتوقع راح يكون لشين الحمد لله. التكريم بقى من هوليود الشرق ومن مهرجان الموسيقى العربية، سبق تكريمات يعني آخرها كان في الإسكندرية، كان التكريم مع وسلمني الجائزة الملحن الراحل الكبير عمار الشريعي، كان أغنية البحر، الله يرحمه، البحر المتوسط مع الفنان الكبير سمير صبري، فكانت إحدى الجوائز، وفوزنا بأوسكار الأغنية بأغنيتها حبيبي للفنان كاظم الساهر، وتكريم معرض عملته الهيئة العامة للكتاب أيضا، وطبعت فيه أكثر من ديوان، لكن هذا التكريم هو يعتبر قمة التكريمات الماضية، وأنا خاصة في تتويج بقى لتكريماتك في مصر. هو تتويج فعلا، إجا بعد حصيلة أعمال كثيرة، وبعدين ابتعدت سنوات عن مصر اللي أنا عشت فيها 7 سنوات حتى أولادي ولدوا في مصر يعني، وعملت فيها في الصحافة وغيرها، فكان التكريم إجا في روعة وفي عدة مناسبات جميلة. زي ما قلت في التقديم، حضرتك مش بس يعني شاعر، ولكن أيضا لك إسهامات في مجالات متعددة كثيرة منذ أن كنت طفلا صغيرا، فعايز أعرف يعني التنوع في إبداعاتك ده يعني مصدره إيه، وإزاي قدرت تجمع في الإبداع بين أكتر من مجال؟ يعني أكون صادق معك، أنا ما أعرف مصدر هذا التنوع، ما أعرفه،
بس أنا كنت خايف، حتى حذرني أستاذي بالمدرسة المتوسطة، لأنه أنا أتتني الشهرة مبكرة، فلما نجحت عندي أغاني الأطفال يا شميسة شوية شوية، أغنية جنة جنة يا وطننا اللي هي في كل بلدان العربية الآن، وأنا صغير قال أنا خايف عليك من هذه الشهرة، لأن عادة الشهرة المبكرة تخلي الواحد يا أما يصاب بالغرور يا أما يتسطح ما يقرأ، راح يلتهي بالناس وبالإعجاب وتخف وتقل ثقافته. فكان إصرار عندي عجيب، يعني أحمد الله علي، أنا أقول أحمد الله يعني كثيرا على هذه الطاقة اللي استمرت بها، لأنه حتى نصحني الأستاذ أن أركز على نوع معين، لكني بدأت أولا أكتب للأطفال لأنه كنت أكتب عن واقعي، ثم للكبار، ثم القصيدة العمودية، قصيدة التفعيلة، بعدين في المسرح والسينما، وعندي أعمال كثيرة صار. أهم محطة بتشوفها في مشوارك الفني، لو قسمنا كده المشوار الفني لمحطات، بتشوف أهم محطة إيه؟ أستاذ محمد، ما أقدر أميز واحد عن أخرى، لأنها كالبناء، يعني بناء الأساس وبدأ يرتفع، ومرحلة تدفع مرحلة أخرى. وبصراحة أنا يتهموني البعض الأدباء بأنني أنا مخطط أو خارق الذكاء، بالحقيقة أنا عفوي جدا ولا مخطط لأي شيء يحدث، بس أنا أمين وصادق مع نفسي. يعني في المرحلة اللي أنا كنت فيها بالقصيدة متألق، اتجهت للأغنية، ما اتجهت لها أنا مقصودا، وإنما هي في داخلي أكتب الكلمة المغنات. أصحاب الشعراء اللي مختصين فقط بالقصيدة كانوا ينظروا للأغنية نظرة دونية، يعني أصغر من حجم القصيدة والرواية، فقالوا خسرناك كأديب. لكن مرور زمن أنا أكتب لنفسي، ولكن ما أنشر، أكتب القصيدة وأكتب الرواية وأكتب، لكنه سمحت لي الظروف، وكنت محظوظ بالتوصيل مع فنانين كبار. لكن رغم هذه النظرة الدونية للأغنية من بعض كتاب الشعر الكبار، لكن الأغنية هي الأقرب لقلب المتلقي، بتوصل بسرعة للناس، بتعلق حتى في الذاكرة معهم وبتعيش سنوات طويلة. تتفق معايا في الرأي ده؟ أنا أتفق معك، الدليل معايا، بحيث جنة جنة اللي كتبتها وأنا طفل، اليوم عمرها أكثر من 45 سنة وعايشة وفي كل مكان، وغنت في كل بلداننا العربية. وعندي قصيدة اسمها تذكر عن أطفال العراق، كتبتها في مصر، أثر مقال نشر في جريدة الأهرام، وكلمني كاظم آخر الليل، والمقال كان يتحدث عن بشاعة والحرب العراقية اللي كانت ضخمة وكبيرة، وعدد الأطفال اللي ماتوا وعدد العراقيين اللي ماتوا. فمن غير ما أرد على كاظم كتبتها قصيدة تذكر، وتركت وقع كبير، لدرجة أنه أخذنا عليها جائزة اليونيسيف كخطاب إنساني لأطفال، ودولة الإمارات يعني مشكورة بعثت بسفينة أدوية وأغذية لأطفال العراق. فالأغنية مؤثرة، يعني أنا عندي تطلع أغنية بصوت مطرب ملتزم ككاظم الساهر تعادل عشرات الدواوين، هذا إذا توفرت فيها مواصفات الصدق والإحساس وتلقفوها الناس. التعاون الجميل مع المطرب الكبير كاظم الساهر، أنا وأستاذ كاظم بدأنا من 86 تايتلات وتترات المسلسلات، رحلة مع كاظم، رحلة مميزة. واليوم الأغنية 131 هي قصيدة إلى متى يا والد العراق، عن ظروف العراق الجديدة، وأنا تعاملت معها تقريبا كل الفنانين العراقيين القدامى، الرواة والشباب، وما زلت يعني شوف أن كاظم هو الأكثر قدرة على ترجمة معاني كلمات أغانيك من خلال صوته الجميل. التفاهم اللي صار أستاذ محمد، والرحلة اللي خاصة رحلتنا خارج العراق، يعني احنا طلعنا بال91 بعد وقف اطلاق النار، فهذه الرحلة علمتنا الكثير. رحلة من خلالها احنا كنا في عذاب، ورحلة ما نعرف متى تنتهي وإلى أين، فعلمتنا. وبعدين زرنا بلداننا العربية، عرفنا شعوبنا العربية عن قرب، مش نشوفها بالتلفزيون وبالتمثيليات والمسرحيات، فمنحتنا يعني مثلا أنا لو ما أكون في بيروت ما أكتب قصيدة مثل نزلت للبحر، لأن أنا بغداد ما عندي بحر، عندي نهر دجلة. وفي مصر كتبت ماسكا عودي أغني لأنشودة أكتوبر، وكتبت طال الغياب لمصر، وكتبت المستبدة، فالآن مرتبطة في بالي، كل بلد مرتبط بأغاني كتبتها فيه، لأنه دخلت في العمق، عرفت الشعب،
شعوبنا العربية عن قرب، عرفت مزاج الناس وأحداثهم، فرحلة ممتعة. زائدا أنا مع فنان استثنائي مثل كاظم الساهر، عظيم الإحساس، صادق مع نفسه، فبنينا بناء جميل كان انعكس خدمة لجمهورنا العربي. أكثر أغنية بتحس إن هي قريبة من الشارع العربي بصوت كاظم الساهر أي أغنية؟ والله التحديد صعب، إذا على مستوى الوطنيات فأنا حاسس كثر الحديث قصيدة بغداد طبعا، وعلى مستوى الوجدانيات فهي الكثير، ها حبيبي، المحكمة، كثير من الأغاني. بس يعني أنا بالنسبة لي بتسألني في أشياء خاصة في أحباء أكثر، مثل كثر الحديث من الأغاني اللي تتحدث عن بغداد، خاطب الوطن كأنها المحبوبة معشوقة. بالضبط، وهي أيضا لها حكاية يعرفها أكثر جمهورنا. يعني كان كنت كاتب قصيدة أخرى واستفزني زميلي كاظم حتى يطلع هذا العمل المميز اللي أصبح طوابع بريدية. يعني 2007 أصبحت القصيدة طوابع بريدية، وأنا سعيد جدا بأن أنت موجود حي وتشوف قصيدتك أمام الناس وإلها تقييم بهذا الشيء. مين أكتر مطرب يعني ارتحت في التعاون معه؟ والله أنا تجاربي مع المطربين العرب قليلة، يعني قليلة، ما أقدر أعطي التميز على أغنية واحدة، بس تبقى قصيدة عراق الكرامة اللي غنتها سميرة سعيد هي الأقرب إلي، لأنه لحنها الأستاذ الراحل الكبير طالب القرغولي، أدتها سميرة بطريقة رائعة جدا، وظلت لأنه العمل اللي ينجح في داخل البلد يعني بلدك محليا هو الشهادة الأولى الكبرى، يعني شهادة الميلاد تعتبر، لأنه نجحت ولليوم هي في وجدان العراقيين. عراق الكرامة لك من السلامة ومن كل البشر، فهذه تقرأ أعتبرها أقرب الأعمال. زائدا أغنية العمارة اللي غناها الفنان الكبير محمد منير قبل 25 سنة، ألحان الملحن العراقي جعفر حسن. ما يحدث حاليا في العراق وحضرتك معروف بأشعارك الوطنية العظيمة طبعا، يعني بتشوف الأحداث إزاي حاليا ورؤيتك للمستقبل بالنسبة للعراق؟ والله هي للرؤية أنا صعب يعني أكون صادق معك، الرؤية غامضة يعني، بس أمنياتنا ودعائنا لأن إن شاء الله بأقل الخسائر بأقل الدماء، لأن هذا شعبنا. الحديث عن هذا الموضوع طويل، وأنا لخصته حتى في الإجابات لما يسألوني ليش الأغاني حزينة، جاوبته في قصيدة من كثر ما أسأل هذا السؤال، وإحنا قلناها يعني يقولون أغانيكم حزينة، هو إحنا يا عمي إيش بدينا من آدم ولليوم، وإحنا دم تمطر الدنيا علينا، كل يوم فايض بينا طوفان، كل يوم غرقان السفينة، وفوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس فينا. هذه وغيرها من القصائد، وطبعا الجديد كتبته لهذا الظرف. أنا ابتعدت عن سؤالك إنه ماذا تتوقع، بصراحة ما أعرف ماذا أتوقع، لكن أتمنى أن تفرج. فعندي عمل لحن الفنان الكبير كاظم الساهر وآخر ما كتبناه من أيام قليلة اسمه إلى متى يا والد العراق، إلى متى يا والد العراق، إلى متى شمسك بركان وبدرك محاق، إلى متى شبابنا في ذروة الشباب المبدعون يتسكعون من يفتح الأبواب، إلى متى، إلى متى آمالنا سراب، إلى متى سرورنا كذاب، إلى متى حنيننا لأهلنا عذاب، إلى متى يعجز أن يضمنا ببلادنا التراب، إلى متى، إلى متى أرواحنا في قبضة المجهول، إلى متى حقوقنا ضائعة لا سائل عنها ولا مسؤول، سهل يسيل دمنا وتصعب الحلول، إلى متى لقاؤنا فراق، إلى متى يا والد العراق، إلى متى، إلى متى. يعني أنا طبعا يعني مش عارف أقول إيه بعد الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله، وحالة الشجن اللي يعني وضعتنا فيها، بنتمنى كل الأمن والأمان والسلام للعراق الحبيب ولشعبه الكريم، ويعني لا يسعني إلا أن أشكر حضرتك. لكن قبل ما أقول لك شكرا لازم نطمن كلنا على صحة حضرتك، وكان لازم أبدأ بهذا السؤال، لكن الحقيقة من فرط الحماس والطاقة اللي وجدتها عند حضرتك في
اللقاء نسيتني اني اسالك على حالتك الصحيه، بس لازم طبعا نطمن على حضرتك. استاذ محمد، مثل ما انا نسيتك بهذا الاحماس، انا محبه الناس نسيتني الالم والمرض. انا بصراحه مستمر على العلاج، مستمر لكن معنويات عاليه بمحبه، بطاقه ايجابيه عظيمه من الناس، احسها صادقه وجها لوجه. واريد من خلالك اولا احيي الشرقيه اللي هي دائما سباقه، وانا اتشرف حامل قلاده ابداعها ووسام على صدري، اعتبرها نوبل العرب بالنسبه لي، يعني شهاده تعنيني انا. واقول تحيه من مصر الحبيبه اللي كرمتني اليوم، اللي انا كتبت فيها من سنوات بعيده وبصوت واحساس زميلي كاظم الساهر الاغنيه الاولى اللي كانت انطلاقتنا من هنا، الى حيث يجري النيل تجري مشاعري ويصحو على شم النسيم خيالي، ساجري الى محفوظ في حاراته وكنوز شوقي شاعر الأجيال، أحن إلى عبد الوهاب وفنه وأحني لأم كلثوم رأس جلالي. جئناك يا أرض الكنانة، جئناك يا مصر يا عطر الزمان، صوت من الأهرام أعلى هو صوت شعبك في الكنائس والأذاني. الله الله، يعني أهلا بحضرتك في مصر وفي أي مكان، الحقيقة بتشرف أي مكان، أنت رمز للعراق الحبيب، أحد أهم الشعراء في الوطن العربي. بشكر حضرتك وسعيد بلقائي مع حضرتك، بتمنى لك التوفيق دايما ونطمئن عليك باستمرار بإذن الله، ويعني دايما في أتم صحة وأسعد حال يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا لكل من يشاهدنا، شكرا سلام.